لمعان. أو مرحباً يا أصدقائي، ولحسن الحظ أنكم هنا. نستعد أنا وديدي للعبة الأميرة والتنين. أنا تنين. واو. وأنا الأميرة. لكن انظروا إلى التاج، اختفت الأحجار الكريمة اللامعة من التاج، واختفت بعض النجوم من العباءة أيضاً. يجب أن نعرف من الذي أخذ النجوم والأحجار اللامعة. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور، هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. لا أصدق ما أرى. اختفت بعض النجوم اللامعة من عباءة التنين. كيف عرف هذا؟ الحكيم يعرف كل شيء. انظروا معي إلى التاج. لقد اختفت الأحجار الكريمة نهائياً. نعم، كنا نأمل أن تخبرنا من الذي أخذها. ترى من هو؟ لنرى إذن. كما توقعت، وحش اللمعان هو الذي أخذه. وحش اللمعان؟ من هو؟ يحب وحش اللمعان كل ما يلمع من أحجار وبلورات وخواتم. يأخذ أي شيء يتلألأ أو يلمع أو له بريق، حتى غبار النجوم وأشعة القمر. غبار النجوم وأشعة القمر. أصدقائي، هذا أمر سيء. تخيلوا العالم دون الأشياء اللامعة وذات البريق، سيكون عالماً مملاً جداً. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش اللمعان ونمنعه من أخذ الأشياء اللامعة التي في العالم. للعثور على وحش اللمعان عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش اللمعان. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش اللمعان. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب. من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أعد ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي.
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي! لقد ظهر الباب الأول! انظري! صندوق من الكنوز اللامعة! لنرى ما خلف الباب! موصد! نحتاج إلى المفتاح! مفتاح طائر! هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع! قفوا مستقيمين! كأنكم في طول الزرافة! على أطراف الأصابع! تمددوا! تمددوا معي لنمسك بالمفتاح! تمددوا عالياً! مدوا أيديكم! والآن اقفزوا! أمسكنا المفتاح! أحسنتم يا أصدقاء! لندخل من باب صندوق الكنز! هيا بنا! انظروا يا أصدقاء! نحن على متن سفينة! أظن أنها سفينة قراصنة! واو! والآن هل ترون الباب الثاني؟ انظري! ها هو هناك! هيا يا أصدقاء! هذا الأمر سهل جداً! كنز! دببة الباندا! دببة الباندا القراصنة! هذا يدغدغ! ترى، لما لا تسمح لنا دببة الباندا بالمرور؟ هذه سفينة الدببة القراصنة! الدببة متوترة بسبب وحش اللمعان! تحرس الدببة صندوق الكنز وتدغدغ كل من يقترب منه! يجب أن تجتازوا الدببة التي تدغدغ كي تصلوا إلى الباب! نجتاز الدببة التي تدغدغ! كيف نفعل هذا؟ لاجتياز الدببة التي تدغدغ، اختاروا حركة من الحركات! الحركات! أصدقائي، هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجتاز الدببة التي تدغدغ؟ الصرصور الزاحف؟ القط المتسلل؟ الحصان السريع؟ الحصان السريع! أحسنتم! هيا يا أصدقاء! علينا أن نعدو بسرعة مثل الحصان السريع كي نجتاز الدببة التي تدغدغ! انظروا إلي! ديدي يشبه الحصان! هيا يا أصدقاء! لنعدو مثل الحصان! ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، اجروا معي! واحد، اثنان، ثلاثة، عدو! هيا يا أصدقاء، واصلوا العدو! ارفعوا ركبكم واقفزوا! واصلوا العدو مثل الحصان! هيا! بسرعة! بسرعة يا أصدقاء! كي نجتاز الدببة التي تدغدغ! واصلوا العدوى يا أصدقاء! واصلوا العدوى! أحتاج إلى الطاقة! اجروا معي يا أصدقائي! تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي!
تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة. واصل العدو. أوشكنا على الوصول. رائع. هيا يا أصدقائي، اجتزنا الدببة التي تدغدغ. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي، ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، نجم ساقط متلألئ. إنني أتطلع لرؤيته. موصل. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب النجم الساطع. اتبعوني. نجوم متلألئة، إنها حقاً جميلة جداً. إنها تكون أشكالاً. أرى ملعقة وقدح وبقرة. إنها تسمى كوكبة. اسمها كوكبة؟ أوه. ما هذه الكوكبة؟ لا أدري، يبدو أنها تفتقد بعض النجوم. أمر عجيب. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. إنه عبر حقل النجوم. إنه أمر سهل جدا. هيا يا أصدقائي. هلا تحركت أيها النجم؟ لما لا يسمح لنا بالمرور؟ هذا حقل النجوم المتساقطة. المتساقطة؟ لا أرى أي نجوم. واو! نجوم متساقطة؟ نعم، إنها تبتعد ويحتاج قائد النجوم مساعدتكما في استعادتها. إذا أمسكتم النجوم التي تبتعد بسرعة، سيسمح لكم قائد النجوم بالمرور بسهولة. نمسك النجوم التي تبتعد؟ أنا لا أدري، إنها عالية جدا. للإمساك بالنجوم، اختاروا حركة من الحركات. حركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نمسك النجوم العالية؟ البطريق المتهادي، القارد الحفار، الكنغر القافز. الكنغر القافز، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، كي نمسك معا بالنجوم العالية علينا أن نقفز. نقفز مثل الكنغر القافز. راقبوني. أحسنت يا ديك. هيا لنقفز مثل الكنغر. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز. لنقفز عاليا يا أصدقائي. لنقفز ونمسك بالنجوم المتساقطة.
أصدقاء! قفز قفز قفز! لنضرب بأقدامنا على الأرض! هيا هيا هيا! انخفض مستوى الطاقة! اقفزوا معي يا أصدقاء! تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي! تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون! وصلوا القفز يا أصدقاء! نعم! أنتم تساعدونني! أشعر بطاقتكم! طاقة نور القصوى! وصلوا القفز! أوشكنا على أن نمسك النجوم! هاي انظري! هذا أنا! نجحنا يا أصدقائي! لقد أمسكنا النجوم! نجحنا يا أصدقائي بفضلكم! وقت رقصة نور! هيا ارقصوا! لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا! هيا يا أصدقائي! ارقصوا معي! حقاً يا أصدقائي! انظر يا ديدي! يحمل قائد النجوم هدية لك! إنه نجم صغير! شكراً! واو! انظروا إلى هذا! يخرج هذا النجم نجوماً صغيرة! كما يصنع أشكالاً متلألئة! احتفظ به يا ديدي! من يدري؟ قد نحتاج إليه اليوم! الباب الثالث. وحش اللمعان! ليس مصاداً! هيا يا أصدقاء! لنمنع وحش اللمعان من أخذ كل الأشياء المتلألئة واللامعة التي في العالم! واو! انظري إلى الأشياء اللامعة! أصدقائي! من الذي يعيش هنا؟ انظري! وحش اللمعان! النجوم المفقودة من العباءة! والأحجار المفقودة من تاج الأميرة! إذا عثر محب اللمعان على شيء يصنع أشكالاً لامعة، لن يأخذ الأشياء المتلألئة واللامعة التي في العالم! هذا! هذا! انتظر يا ديدي، لست مهتمة بالنجم الذي يصنع أشكالاً الآن. أحاول أن أفكر في شيء لامع ومتلألئ. يمكن أن... انتظروا، النجم الذي يصنع أشكالاً لامعة؟ أيها التنين، أنت عبقري! جرب! انظروا يا أصدقائي. هاي وحش اللمعان، انظر ماذا معي! فرح وحش اللمعان بالنجم الذي يصدر لمعاناً. أحب لعبة الأميرة والتنين. ماذا عنك يا ديدي؟ نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. أنقذنا جميع الأشياء التي تلمع وتتلألأ وذات البريق. أشكركم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي! تذكروا! تحركوا ولا تتوقفوا! هيا نتحرك جميعا مع نور! طاقة نور القوة!
أصدقائي، كم أنا سعيدة برؤيتكم. اسمعوا، الأرجوحة تصر، كل ما في القلعة يصدر صريراً اليوم. يصعب علينا هذا الأمر الحركة. حتى قطار ديدي يصدر صريراً. يجب أن نبحث عن مصدر كل هذا الصرير. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم! ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور! هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور قصوى. نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحباً ديدي ونور. لا تخبرني، لا تخبرني، كل شيء يصدر اليوم صريراً. إنه حكيم ذكي. ترى ما مصدر الصرير؟ لنرى. أها، كنت أعرف هذا. إنه وحش الصرير. وحش الصرير؟ يستمتع وحش الصرير بصوت الصرير. لا يستطيع التوقف عن الصرير، حتى الزيت لا يمكن أن يجعله يتوقف. وبما أن الصرير سيلازمه دائما، قرر أن يجعل كل شيء يصدر صريرا. هل تعني أن وحش الصرير سيجعل العالم كله يصدر صريرا؟ الدراجة والأرجوحة وكل شيء. أخشى هذا يا نور. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش الصرير ونمنعه من أن يجعل كل شيء يصدر صريراً. للعثور على وحش الصرير، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش الصرير؟ ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش الصرير. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، والأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب! هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا! يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعا، سيظهر الباب الآن.
الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، كلب على أرجوحة. هل هناك كلاب نائمة خلف الباب؟ موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً، مدوا أيديكم. والآن انفذوا. أمسكوا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل من باب الكلاب النائمة. أوبس. أنت الأول، هيا بنا. أصدقائي، يبدو أننا على متن سفينة. كلاب نائمة، هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر من السفينة. هذا الأمر سهل جدا. لقد لعقني. احذر يا ديدي. هيا يا أصدقائي لنواصل الطريق. لعقني مجدداً. لماذا تلعق الكلاب وجوهنا؟ هذه سفينة الكلاب النائمة. إذا استيقظ الكلب سيلعق وجهك ولن تتمكنوا من الوصول إلى الباب. لا توقظوا الكلاب وتسللوا في هدوء، لكن احذروا لأن الأرض تصدر صريراً. كيف نجتاز الكلاب النائمة دون أن نصدر أي صوت؟ لاجتياز الكلاب النائمة اختاروا حركة من الحركات. الحركات، هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي لا نصدر أصواتاً توقظ الكلاب النائمة؟ الفيل ثقيل الخطوات، القط المتسلل، الحصان السريع. القط المتسلل، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، علينا أن نتسلل مثل القطط. نخطو خطوة خطوة لنجتاز الكلاب. تسلل رائع يا ديدي. هيا نتسلل مثل القطة. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة تسللوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تسلل. نصل إلى الباب. سنتسلل في الخفة مثل القطة. يجب أن تظل هذه الكلاب نائمة. واصلوا التسلل يا أصدقاء. واصلوا التسلل. أحتاج إلى الطاقة. تسللوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. تسللوا بسرعة أو تسللوا ببطء، لكن أهم شيء أن تتسللوا بهدوء. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم.
أوبس، نور القصوى، وصل التسلل. لا نريد أن ننقذ الكلاب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا الكلاب النائمة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. يا له من رقص رائع حقاً يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، مربعات حمراء وبيضاء. إنه لوح لعبة الضعمة. لنذهب إليه. هيا بنا. مستعدون؟ موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب لوحة الضعمة. هيا بنا. لوح الضعمة، أحب هذه اللعبة. وأنا كذلك. هل ترون الباب الثالث؟ هاي، ها هو هناك. هيا يا أصدقاء، هذا أمر سهل جدا. علينا أن نعبر هذا اللوح. إنه ليس أنا. انظري، ضفادع. ضفادع كبيرة. هاي، احذري أيتها الضفادع. تريد إبعادنا عن اللوح. كيف نصل إلى الباب الثالث والضفادع تقف في طريقنا؟ هذا لوح لعبة الضعمة للضفادع. أكثر ما تحبه هذه الضفادع هو القفز. لا تدع أي ضفدع يقف مكانكم. اقفزوا بسرعة كي تبتعدوا عن الضفادع، وإلا لن تصلوا إلى الباب الثالث. كيف نقفز بسرعة ونجتاز الضفادع؟ لاجتياز هذه الضفادع اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجتاز الضفادع؟ الدودة الملتوية؟ القرد المتسلق؟ الأرنب القافز؟ الأرنب القافز. أحسنتم. للقفز بعيداً عن الضفادع، علينا أن نقفز، نقفز، نقفز مثل الأرنب. يقفز ديدي مثل الأرنب. لنقفز جميعاً مثل الأرنب. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أقول ثلاثة، اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز! اثنوا ركبكم واقفزوا معي. لا تدعوا أي ضفدع يقفز مكانكم. هيا يا أصدقاء، قفز، قفز، قفز. لن نتوقف قبل أن نصل إلى الباب. اقفزوا الآن. انخفض مستوى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقاء. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون.
أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا القفز يا أصدقائي. نجحنا يا أصدقاء. عبرنا لوحة لعبة الضامة. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا معي يا أصدقائي. ما هذا يا ديدي؟ يا له من مسحوق زلق جدا، يجعل كل شيء زلقا وناعما. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. وحش الصرير. ليس موصدا. هيا يا أصدقائي لنمنع وحش الصرير من أن يجعل كل شيء يصدر صريراً. واو! كل شيء هنا يصدر صريراً. أصدقائي، هل تعرفون من يعيش هنا؟ وحش الصرير! إنه يصدر صريراً بالفعل، لا يستطيع أن يتحرك كثيراً، ويجعل كل شيء حوله يصدر صريراً. إذا عثر على شيء يعالج صوت الصرير، لن يجعل كل شيء حوله يصدر صريراً. هل تذكرون ما قاله الحكيم؟ حتى الزيت لن يمنعه من أن يصدر صريراً. هذه ديدي، كف عن اللعب بالمسحوق الزلق. إنني أفكر في حل ما. انتظروا، المسحوق الزلق سيمنع إصدار الصرير. أيها التنين، أنت عبقري. جرب بسرعة يا ديدي. يبدو أنني سأصدر صريراً. وأنا كذلك. يا وحش الصرير، معي شيء سيجعلك تتوقف عن الصرير. توقف كل شيء عن الصرير. لم يعد وحش الصرير يصدر صريراً. أليس هذا رائعاً؟ لم يعد هناك أي صرير. انظري إلي يا نور. احذر يا ديدي. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. عالجنا وحش الصرير ومنعنا كل شيء في العالم من أن يصدر صريراً. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. الزهور. أين ذهبت الزهور الجميلة؟ لا أدري يا ديدي. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا.
لقد أخذ أحدهم الزهور من أصيص الزرع. زرعناها بأنفسنا. لا تقلق يا ديدي، سنكشف ماذا حدث للزهور. شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم، ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا. لفوها في دوائر. واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل. ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. لا أصدق ما أرى، لقد أخذ أحدهم الزهور الجميلة. كيف عرف هذا؟ يعرف الحكيم كل شيء. هل تعرف من أخذ الزهور الجميلة؟ ترى من هو؟ لنرى. أها، هذا ما كنت أخشاه. إنه وحش الزهور. وحش الزهور؟ من هو؟ يحب وحش الزهور أن يشم الزهور. يمكنه أن يشمها ساعات طويلة، لكن أنفه الطويل الأحمر لا يساعده على شم أي شيء. إن المسكين مصاب بالبرد، ويبدو أنه يا أصدقائي قد فقد حاسة الشم اليوم. هل تعني أن وحش الزهور سيأخذ كل الزهور إلى أن يتمكن من شم واحدة؟ أخشى هذا يا نور. أصدقائي، ترى كيف سيكون العالم دون الزهور الجميلة؟ هذا أمر سيء. هذا أمر محزن. نعم يا ديدي، هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش الزهور وننقذ معا زهور العالم الجميلة. للعثور على وحش الزهور عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب. هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش الزهور. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش الزهور. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء.
الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، إنه ثعلب. لنرى ما خلف الباب. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر، هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين، كأنكم في طول الزرافة. على أطراف الأصابع تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عالياً، مدوا أيديكم، والآن اقفزوا. أمسكنا المفتاح. أحسنتم يا أصدقاء. لندخل الآن من باب الثعلب. هيا بنا. واو، انظروا إلى الزهور الجميلة، رائحتها رائعة. يبدو أن وحش الزهور لم يأتي إلى هنا بعد. سيأخذ الزهور كلها. نعم يا ديدي. هل ترون الباب الثاني؟ انظري، ها هو هناك. هيا يا أصدقائي، هذا الأمر سهل جدا. واو، ثعلب. هذا متجر زهوره، لماذا لا يسمح لنا بالمرور؟ هذا متجر الثعلب للزهور. سمع الثعلب عن وحش الزهور وقرر أن يحمي زهوره منه. لا يعرف الثعلب شكل وحش الزهور، ولهذا يمنع أي شخص من دخول المتجر. يجب أن تتسلل بهدوء كي تجتاز الثعلب صاحب المتجر. نتسلل بهدوء كي نجتازه. يا لها من طريقة عجيبة. هذا متجر الثعلب للزهور. لاجتياز الثعلب بهدوء اختاروا حركة من الحركات. الحركات، هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نجتاز الثعلب بهدوء؟ الفيل ثقيل الخطوات، عجل البحر المصفق، القط المتسلل. القط المتسلل، أحسنتم. هيا يا أصدقائي، يجب علينا كي نجتاز الثعلب أن نتسلل، نتسلل بخفة مثل القط. راقبوني. أحسنت التسلل يا ديدي. لنتسلل مثل القط. ما زلتم في منطقة نور. رائع، عندما أقول ثلاثة تسللوا. واحد، اثنان، ثلاثة، تسلل. هيا يا أصدقائي، تسللوا معي على أيديكم وأرجلكم لنتسلل بخفة مثل القط كي نجتاز الثعلب صاحب المتجر. واصل التسلل يا ديدي. لنتسلل معا. يجب أن نتسلل بخفة مثل القط. هيا يا أصدقائي. أحتاج إلى الطاقة. تسللوا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. واصلوا التسلل معي يا أصدقائي. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. تسللوا، 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 أوشكنا على الوصول. اجتزنا ثعلب صاحب المتجر بفضلكم.
أوشكنا على الوصول. هيا يا أصدقائي، نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. الطائر الطنان. إنه طائر طنان كبير الحجم، إنني أتطلع لرؤيته. موصد، نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي، تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن أقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل معاً من باب الطنان. هيا بنا. أوه، حديقة جميلة. انظروا، التقط أحدهم بعض الزهور. لابد أنه وحش الزهور. نعم. أصدقائي، يجب أن نصل إلى الباب الثالث كي ننقذ الزهور الجميلة. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. هيا، يجب أن نواصل الطريق. هاي، طيور الطنان. هذه أكبر طيور طنان رأيتها في حياتي. لماذا لا تسمح لنا الطيور بالمرور؟ هذه حديقة طيور الطنان الكبيرة. أخذ طيور الطنان الكثير من الرحيق اليوم قبل أن يأخذ وحش الزهور الكثير من الزهور. أخذت الكثير ولا تستطيع الطيران. تحتاج مساعدتكم للوصول إلى عشها العالي. ستساعدكم الزهور العجيبة على التحليق عالياً. نساعد الطيور على الوصول إلى عشها العالي؟ كيف نفعل هذا؟ لمساعدة الطيور على الوصول إلى العش، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نطير بالزهور العجيبة؟ الخفاش المرفرف؟ الصرصور الزاحف؟ القارد الحفار؟ الخفاش المرفرف. أحسنتم. كي نساعد الطيور على الوصول إلى العش العالي، علينا أن نرفرف نرفرف مثل الخفاش. راقبوني. يحرك ديدي جناحيه مثل الخفاش. لنرفرف مثل الخفاش. ما زلتم في منطقة نور؟ رائع. عندما أقول ثلاثة، رفرفوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. رفرفة. حركوا الأذرع كأنها أجنحة خفاش. حركوها بسرعة أعلى وأسفل. نحلق في الهواء. رفرفة. نعم. واو، احذر يا ديدي. هيا يا أصدقائي، حركوا الأذرع بسرعة لنأخذ الطيور الثقيلة إلى عشها. واصلوا الرفرفة. أشعر الآن بالتعب من الرفرفة. انخفض مستوى الطاقة. لنرفرف يا أصدقائي.
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. وصلوا الرفرفة يا أصدقائي. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر بطاقتكم. طاقة نور القسوة. وصلوا الرفرفة. نعم، نجحنا يا أصدقاء. أعدنا الطيور الكبيرة إلى عشها. أحسنتم، نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا. رقص رائع يا أصدقاء. واو، عطس قوي. انظر، هذا منديل كبير جدا لأنف ضخم. احتفظ به يا ديدي، من يدري قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، وحش الزهور. ليس مصادا. هيا يا أصدقائي لنمنع معا وحش الزهور من أخذ بقية الزهور الجميلة. واو، أصدقائي انظروا إلى هذه الزهور. تعرفون من يعيش هنا؟ انظري، وحش الزهور. إنه مسكين، لا يستطيع شم الزهور لأنه مصاب بنزلة برد. إذا عثر على شيء يعالج البرد سيشم هذه الزهور ولن يأخذ المزيد منها. هذا لا يا ديدي، لا أريد أن أنظف أنفي، لكن على ما يبدو أن وحش الزهور يحتاجه، وبما أن أنفه ضخم قد يحتاج هذا المنديل الضخم. أيها التنين، أنت عبقري. هيا جرب. انظروا معي يا أصدقاء. برد شديد. انظروا يا أصدقاء، إن أنف وحش الزهور يتقلص. لقد تمكن من شم الزهور أخيراً. لن يأخذ زهور أحد بعد اليوم. وعاش وحش الزهور في سعادة وهناء. ديدي، لقد نمت الزهور الجميلة التي زرعناها في أصيص الزرع أخيراً. رائحتها رائعة. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء، لقد أنقذنا جميع الزهور الجميلة. أشكركم. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي، تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا. البكاء. واو ديدي،
انظر إلى هذا، بقعة ماء. بقعة ماء كبيرة هنا على الأرض؟ كيف حدث هذا؟ هاي، المزيد من البقع. لا يمكننا اللعب وهناك بقع ماء على الأرض، شيء خطير. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا، يجب أن نعرف مصدر بقع الماء. أها، شخص واحد يمكنه مساعدتنا، الحكيم. ساعدوني على إظهار الحكيم. هل ساعدتموني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة نور. منطقة نور، هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعب عن الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. افسحوا المكان في المنطقة. هكذا، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور، أشيروا بأصابعكم في الهواء هكذا، لفوها في دوائر، واصلوا اللف. أسرع أسرع أسرع، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشاع عندما تتحركون. إنه يعمل، ستنجحون. أنا أشعر بطاقتكم. والآن الإصبع الآخر، لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم! نعم، نجحنا يا أصدقائي، لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور. مرحبا يا حكيم. لا أصدق ما أرى، ماذا تفعل بقعة الماء هنا؟ كنا نأمل أن تخبرنا أنت. نعم، سأخبركم. أنا أعرف كل شيء. لنرى ما مصدر بقع الماء. أها، كما توقعت، وحش البكاء هو السبب. ها؟ وحش البكاء؟ من هذا؟ إن وحش البكاء يشعر بالوحدة، ومن شدة الحزن يبكي بحرقة. إذا رأيتم بقع ماء كبيرة، اعرفوا إذن أنها دموع وحش البكاء الكثيرة. سيظل يبكي إذا لم يبتهج، إلى أن يغرق العالم كله بدموعه. أصدقائي، لن نترك وحش البكاء حزيناً بهذا الشكل. إنه سيغرق العالم في دموعه. لن يتمكن أحد من اللعب أو الجري في أي مكان بعد اليوم. هناك حل واحد لهذه المشكلة، لابد أن نبهج وحش البكاء قبل أن يغرق العالم. للعثور على وحش البكاء، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. غرفة الأبواب، هناك ثلاثة أبواب لا أكثر، ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. وحش البكاء. ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش البكاء. أشكرك أيها الحكيم. لا شكر على واجب، من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك الآن. سنبحث عن ثلاثة أبواب، علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب، يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو اجروا ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي،
تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الآن. طاقة نور القدوة! اجروا يا أصدقاء! الباب! نجحنا يا أصدقائي! لقد ظهر الباب الأول! انظري! مظلة! هل الطقس ممطر خلف الباب؟ لنرى بأنفسنا! موصد! نحتاج إلى المفتاح! مفتاح طائر! هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع! قفوا مستقيمين! كأنكم في طول الزرافة! على أطراف الأصابع! تمددوا! تمددوا معي لنمسك بالمفتاح! تمددوا عالياً! مدوا أيديكم! والآن اقفزوا! أمسكنا المفتاح! أحسنتم يا أصدقاء! هيا لندخل من باب المظلة! هيا بنا! إنها لا تمطر! إنها لم تمطر بعد، لكن يبدو أنها ستمطر. هل ترون الباب الثاني؟ أوه. انظري، إنه هناك. إنه عبر هذا الجسر. هيا يا أصدقاء، هذا الأمر سهل جداً. أوه. أحذية؟ أحذية مطر مع المظلات؟ هذا أمر عجيب جداً. ياري! كيف نصل إلى الباب وهذه المظلات تمنعنا من المرور؟ هذا جسر أحذية المطر، وهذا نهر دموع وحش البكاء. ستنهمر دموعه الآن، ولهذا تحتمي أحذية المطر بالمظلات. سأقول لكم ماذا تفعلون لتجتازوا المظلات. اقفزوا فوقها وستعبرون الجسر. نقفز فوق المظلات؟ يا لها من طريقة عجيبة! للقفز فوق المظلات، اختاروا حركة من الحركات! الحركات! هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نقفز فوق المظلات؟ الكنهر القافز؟ الصرصور الزاحف؟ القارض الحفار؟ الكنغر القافز! أحسنتم! هيا يا أصدقائي، كي نقفز فوق المظلات علينا أن نقفز مثل الكنغر. راقبوني! يقفز ديدي مثل الكنغر. لنقفز معا مثل الكنغر. ما زلتم معي؟ رائع! عندما أقول ثلاثة اقفزوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. قفز! اثنوا أرجلكم واقفزوا عاليا من مظلة إلى أخرى. هيا يا أصدقاء اقفزوا معي. احذر يا ديدي. اقفزوا! إنني أقفز. اقفزوا معي. واصلوا القفز يا أصدقاء. اقفزوا معي. اقفزوا لنسمع صوت أقدامنا تضرب على الأرض. أحتاج إلى الطاقة. اقفزوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، تساعدونني.
أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا القفز. أوشكنا على الوصول إلى الباب يا أصدقائي. نجحنا يا أصدقائي. عبرنا جسر أحذية المطر. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع حقا يا أصدقائي. الباب الثاني. انظري، رجل ثلج. أحب رجال الثلج. لنرى ماذا خلف هذا الباب. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ شيء رائع حقا. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة. على أطراف الأصابع تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. والآن أنفذوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب رجل الثلج. اتبعوني. رجال ثلج. مدهش. الطقس بارد. في الواقع أشعر كأنني أتجمد. هيا يا أصدقائي، سنشعر بالدفء إذا وصلنا الطريق. هل ترون الباب الثالث؟ انظري، ها هو هناك. على الجانب الآخر من بحيرة الجليد. هذا أمر سهل جدا. الثلج زلق. هاي، احذروا يا رجال الثلج. واو، كيف سنصل إلى الباب الثالث ورجال الثلج يصطدمون بنا؟ هذه بركة جليد رجال الثلج من دموع وحش البكاء المتجمدة. رجال الثلج يتزحلقون في حفل الشتاء. إنهم يستمتعون بالاصطدام بكم وتعطيلكم. لاجتياز رجال الثلج وتفادي الاصطدام، اخطوا خطوات صغيرة وباعدوا بين أرجلكم. نأخذ خطوات صغيرة كي لا نتزحلق؟ كيف نفعل هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة اختاروا حركة من الحركات. الحركات. هل ساعدتموني في اختيار إحدى الحركات؟ أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نخطو خطوات صغيرة ولا نتزحلق؟ الخفاش المرفرف؟ الفيل ثقيل الخطوات؟ البطريق المتهادي؟ البطريق المتهادي. أحسنتم. هيا يا أصدقائي، حتى نصل إلى الباب الثالث علينا أن نخطو. نخطو مثل البطريق. راقبوني. ديدي بطريق رائع. لنخطو خطوات صغيرة. ما زلتم في منطقة نور؟ شيء رائع. عندما أقول ثلاثة تهادوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة. تهادوا. لنقلد البطريق ونتهادى خطوات صغيرة. التهادي مثل البطريق ممتع حقا. خطوات صغيرة يا أصدقائي. احذر يا ديدي. وأنتم كذلك يا أصدقاء. لنخطو خطوات صغيرة معا. هيا نخطو يا بطريق.
انخفض مستوى الطاقة. خطوات صغيرة يا أصدقائي تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. واصلوا التهادي معي يا بطاريق. أوشكنا على الوصول إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. عبرنا بركة رجال الثلج. نجحنا يا أصدقائي بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. هذا رجل ثلج ودود. أظن أنه يصلح صديقا لشخص حزين. أشعر بدوار. احتفظ به يا ديدي. من يدري، قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، وحش البكاء. ليس مصادا. هيا يا أصدقائي لنمنع وحش البكاء من إغراق العالم بدموعه. واو أصدقائي، انظروا إلى برك الماء. يبدو أن هناك شخصا حزينا. انظري، وحش البكاء. واو، مسكين حقا، إنه يشعر بالوحدة والحزن. يحتاج وحش البكاء صديقا يؤنس وحدته ويبهجه طوال الوقت. نحن نصلح أصدقاء، لكن لا يمكننا البقاء هنا. أنت محق يا ديدي، يجب أن نواصل الطريق. كيف نساعد وحش البكاء؟ هذا لا يا ديدي، لا أستطيع اللعب مع رجل الثلج الودود الآن. إنني أفكر في طريقة نبهج بها وحش البكاء. انتظروا، رجل الثلج الودود. أيها التنين، أنت عبقري كالعادة. هيا جربه الآن. انظروا معي يا أصدقاء. هيا يا وحش البكاء، أريدك أن تلتقي بصديق جديد. انظروا، لم يعد يبكي. في الواقع إنه يضحك. كان يحتاج صديقا يبهجه. لا دموع بعد اليوم. ولا مزيد من برك الماء. وهكذا عاش الصديقان الجديدان في سعادة وهناء. إن اللعب أكثر متعة دون وجود برك ماء. هذا صحيح. ومن الرائع أن يكون لنا أصدقاء، أليس كذلك؟ نعم. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. عثرنا على صديق لوحش البكاء ومنعناه من إغراق العالم بالبكاء. أشكركم كثيراً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة، أفضل رقصة في الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ها 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 ها